نعم. شيخ رحمه الله، إذا دخل المسافر مع إمام المقيم الشهر الأخير هل له أن يتم أو يقصر الأخذ ولا الشيخ؟ نعم. إذا دخل المسافر مع الإمام وهو مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أدركتم فصلوا. وما هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا وما فاتكم فأتموا، بل أطلق قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الرجل الذي دخل معه في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فصلى، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق. هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة. فنقول إن الحديث عام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.